نتعرف وياكم على فنان المقدسي. كان عندنا الأول الفنان والعازف العود. يسعد صباحك. يا هلا، يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين. بداية، كيف المشوار من القدس لعنا اليوم كمان مع المنخفض؟ إن شاء الله ما كان فيه صعوبات. لا حلو، تمام، فيش أي مشكلة، بالعكس أنا بحب هذا الطقس. يسعد صباحك. قبل ما نحكي عن فن كنعان، في إشي يمكن يربط العود باللبس اللي أنت لابسها والجاكيت، يعني هذا الإشي أول مرة أنا بشوفه، وفكرة جميلة جدا هيك، في حركة فلسطينية ولون غريب. أنا بحب الأواعي اللي فيها تطريز، تمثل هويتي أكثر يعني، خصوصا لما أعزف بالشوارع بالقدس بحسها بتعطيني طابع فلسطيني وبتثبت وجودي أنا وبميزني، إنه ببين إنه لا، إنه هذا الشخص أكيد فلسطيني، مش إنه مشكوك في أمره يعني. فلا، تعطيني هوية وبعتز فيها طبعا. يلا تمام، حابة أبدأ من هذه النقطة، إنه أنت يعني عزفك والموسيقى اللي أنت فيها هي يعني كمهنة أساسية وكموهبة عايشة معك كل الوقت، شغلك الأساسي زائد أوقات الفراغ. صحيح. ومن ضمن العزف اللي بتقوم فيه، حابة أتحدث عن العزف في الشارع وهذه التجربة في القدس بالذات. صراحة أنا بلشت أعزف بالشارع كوسيلة إني أصل للناس أكثر، ووسيلة إني أعبر عن موسيقتي الخاصة. فنزلت على الشارع وكسرت هذا الحاجز اللي بتوقع إنه ما عملوا كتير ناس قبلي. فالحمد لله لاقى رواج وانتشروا كتير فيديوهات لإلي، خصوصاً الجاليات اللي برا البلد صارت تحس بالحنين للوطن من خلال هالفيديو. احنا متعودين حتى على هاي التجارب انها تكون باوروبا اكثر، بتكون بمناطق غربيه اكثر من انها هي شرقيه بالذات، وفي هالاماكن وعود، متعودين قطاره، متعودين على الات حتى موسيقيه ثانيه. صح، ناس متعودين على تركيا يلاقوا هاي الشغلات، وباوروبا. وبعتبر انه الفنان اذا نزل على الشارع يعني معناته بدور على مصاري ولازم ياخذ مصاري، مش شرط، بالعكس يعني ممكن انا حاب افرغ هاي الطاقات اللي عندي بالشارع. طب يعني. كنعان، انا حابب اتعرف عليك بمقطوعه هاي، خلص لما الواحد يسمعها بكل هذا كنعان، هاي هيك صباحنا يبدا معك بتعريفك بمقطوعتك الموسيقيه هاي اللي بتعبر عن هويتك. حاب ابلش يعني عزفي بمقطوعه انا لحنتها اسمها قم، جيت اب، وبتدعو للتفاؤل، تدعو للأمل. حلو. ولأي شاب مقدسي حاب أو أي شاب فلسطيني عنده أمل إنه يقوم يبلش يعمله بهذا الصباح الحلو. هيا بينا نقوم مع العود. يلا. Thank you.
الله. يعني تتحدث من دون كلمات كمان، الموسيقى لحالها بتحكي. حابين نعرف عن كنعان أكثر، كيف بدأت؟ كيف بس أنا قبل ما نعرف عن كنعان في إشي استفزني بالعود وتكنيك إنك تحول العود للجيتار وقفل الوتر هذا والوتر الصامت شوي. يعني أنا شفت أندلسي ومقام محل مقام شرقي، وشفت كمان إنه أنت حولت هالآلة الشرقية الوترية إلى جيتار أكثر بموضوع إنه قفل والحركة السريعة، هاي لأول مرة بشوفها بعود. أنا الصراحة بدون قصد أنا سامع كتير بحياتي، وزي أي شاب بسمع كل الأنواع الموسيقى، سمعت الروك وسمعت الجاز وسمعت الكلاسيك وسمعت العربي، فالموسيقى اللي عنها تطلع من القلب عندي بدون تفكير، فهي دامجة لحالها، هي عاملة ميكس زي المولينكس يعني مخي. كمان تعبير الوجه يعني بتعزف، كانت تعبير وجهها كانت مندمجة أكثر مع الموسيقى. هي بتعبر كمان عن سعادة بالمقطوعة نفسها، أن تحاول توصل كمان إيش فيها من خلال هذه المقطوعة لساعتها. هلأ أرجع للبدايات طيب خلينا هلأ نحكي عن بداية كنعان، كيف بدأ؟ لأنه البداية كان في يعني ما بنقول مسك ختام فيها، بس أنت وصلت لمرحلة أنك تلحن شيء خاص فيك بيعبر عن شخصية كنعان نفسه. صحيح. أنا بلشت أتعلم من عمر 8 سنين تعلمت معهد إدوارد سعيد بفرع القدس. طبعاً نوجه تحية لمعهد إدوارد سعيد اللي هو قائم على تعليم شريحة كبيرة من شباب فلسطين، وأنا بلشت من هناك وأعتز بهذا الإشي. بعدين كملت صراحة، يعني بتعرف إذا أي شاب مقدسي أو أي شاب بفلسطين بيحكوا له او دائما بيعبوا براسنا انه الفن ما بطعم يعيش او ما بيخلي الواحد يوصل لمرحله ماليه منيحه، فاضطريت اني اروح اتوجه لتخصصات تانية انا ما بحبها. ودخلت جامعه بيرزيت، درست تاريخ وجغرافيا على اساس انه راح افتحه بعيد على الاخر، بعيد كليا. فهذا الإشي ممكن أنا حسيت فيه، وبعرف إنه في كتير ناس حاسة فيه، اللي هو بدرس تخصصات ما بحبوها. وهذا إشي جدا قاتل، وأنا ما بحبذه من مرة، وبتوقع إنه يعني أي حدا بيعمل أي إشي ما بحبه أنا بنصحه إنه يتركه ويتوجه هذا الإشي اللي بحبه، لأنه هاي حياة، يعني هاي عنا سيرورة كاملة، يعني إذا تتخصص بتخصص من هلأ راح يضل معاه لآخر يوم بحياته، فمش راح يستمتع بحياته مش بس على نطاق المهني، على نطاق جميع ال. صحيح. وانت حاولت تعوض، ولكن يعني عزفك بالشارع، مقطوعات موسيقية، تركز على الموسيقى أكثر، في أشياء خاصة فيك. ما كملتش القصة، أنا ما كملتش أصلا في الجامعة، تركتها ما كملت، وما قدرت أصلا أنا يعني روحي ما قدرت تكمل، فتركت الجامعة بعد سنة ثالثة ورحت على عنا الجامعة العبرية بالقدس اللي هو فيها كان فرع لتعليم الموسيقى العربية في أساتذة عرب من الناصرة. وتعلمت هناك بين إيدين أستاذ من الناصرة بروفيسور اسمه تيسير الياس، وأخذت فلسفة العود واستفدت كتير منه. وبعدين يعني بعد إدوارد سعيد رحت على الجامعة العبرية، بعدين خلص انطلقت لحالي وبلشت أول مشروع لي بالموسيقى. طيب نادر اليوم معزوفات العود وغيرها بنشوفها على الكنعان، احنا بنقول على الموضوع العود والسوشيال ميديا، يعني ممكن كثير من المقاطع اللي هي السولو الموسيقى المنفردة هاي اللي كثير بنسمع بنحب ندخل فيها مود الأجواء الجميلة جدا. صحيح. كديش بتربطها باليوتيوب شانل أو ممكن تعمل قناة لإلك ساوند كلاود أو غيرها، على أساس أنه هاي الموسيقى كمان تكون متناقلة بكثير من المناسبات أو بكثير من الأشياء من خلال عودك والروح اللي بتطلقها فيها. صح، انا من الشغلات اللي كتير بستخدمها بحياتي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هلا هي تحدي، يعني ذات حدين، يا اما انه بنستخدمها وبنستهلك المواد الموجوده فيها، يا اما احنا بنحط المواد تاعتنا عليها وبنوصل رسالتنا للناس. فانا بفضل اني ما استهلك المواد تعون تستثمر فيها اكثر بعزفك. لا بالعكس، انا استغل هاي المنصه اللي هي فعليا شيء ايجابي جدا اذا بنطلع عليها بشكل ايجابي لنصل لجميع الناس. فبحب انشر فيديوهات عزف عود صباحي، يعني اليوم انا سجلت جايب لي سلام، امبارح سجلت سالوني الناس. احنا اليوم حناخذ منك شيء للمطر بما انه الجو برد ومطر برا، ومعزوفه للمطر، وبعدين بنروح هيك بنختم مع شيء فيروزي او شرقي طربي. ايش حابب تعز يعني تعزف لنا هلا او تسمعنا شيء شرقي اكثر يعني ملائم لهالاجواء؟
بحب يعني اغني لكم اغنيه مع كلمات. انا بغني بس مش ما بعتبر حالي مغني، بس بحب أأدي يعني مع العود، مع العود اوصل فكره معينه. تمام. اسم المقطوعه لون حياتك بالنغم، هي من كلمات شاعر عنا بالقدس اسمه ينال السعد. العافية، كل الشكر لك، حتى يعني عزف رائع وأداء رائع كمان. شكرا. حبيبي كلك طاقة هيك، ويعني أنت سفير للطاقة.